صباح الخير. النهاردة دلوقتي أنا هتكلم في موضوع مختلف تماما عن المواضيع اللي فاتت، وهو حاجة جت في دماغي إن وأنا بسمع الأغنية بتاعت المقدمة بتاعت فرصة تانية. أولا هو المطرب اسمه رامي صبري، معرفش هو أخو ياسمين صبري ولا تشابه أسماء، إنما في حتة مقطع فكرني بأغنية كنت بحبها جدا لدينا حايك. هي مطربة للأسف معرفش ليه الواحد ما بقاش يسمع لها، كانت مطربة جميلة جدا وصوتها جميل جدا وصوتها كان مبدع، ولما غنت لفريد أنا فاكر غنت لفريد الأطرش موسيقار العظيم اللي أنا بحبه، وأكيد أنتوا بتشوفوا المقاطع اللي أنا بحطها عنه، يا حبايبي يا غايبين، كانت يعني مبدع جدا وغنتها في مصر، وكان أتذكر أنه كان حفل شم النسيم، وبدور على هذه الأغنية بصوتها مش لاقيها خالص. المهم في هسمعكم الحتة من المقدمة وتشوفوا انتوا تحكموا، يعني داون انا بقول واللي يسمع، يعني انا ما عارفش مين اللي هيتفرج وهيتفرج النهاردة ولا كمان السنة الجاية، يعني انا المشاهدين بتوعي، يعني انا بحط ده للمعلومة الصغيرة، انا بحط الفيديوهات واللي يتفرج يتفرج، اللي مش عايز يتفرج ما يتفرجش، وفي ناس بتعمل ديسلايك من غير ما تشوف حاجة وعادي، اللي عايز يعمل لايك يعمل، اللي عايز يعمل ديسلايك يعمل، انا بقول رأيي للزمن وكإنسان اقرأ اشاهد استوعب، وبالتالي علي ان اقول رأيي فيما اراه وما اقرأه وما اشاهده. فنشوف الحتة بتاعت من المقدمة. نروح ونسيب مقطع ده بالذات. نشوف بقى الحتة بتاعت أغنية دينا حايك ليه هنضيع. دي كانت أغنية جميلة جدا، وكانت يعني أغنية كلامها جميل ومؤثر جدا. نشوفها. انا شايف ان اللحن مشابه جدا، اللي هو نروح ونسيب ليه هنضيع، وحتى تحس انه على نفس الوزن، نسيب نضيع ليه هنضيع نروح ونسيب، معرفش يعني هل هو نفس الملحن نفس الكاتب، انما تحس ان في نفس الوزن، وتحس ان هو طبعا الاداء مختلف، لان دينا حايك بتقولها بتعبير يعني بصوت أعلى، يعني واخدة المستوى العالي. أنا مانيش موسيقي، مانيش محلل موسيقي، مانيش، إنما كنت بحب جدا أسمع غواص في بحر النغم،
وعندي حب لفريد الأطرش خلاني أحب أسمع وانتبه يعني. فمش عارف، يمكن ده إحساسي، يمكن التشابه أو وزن الكلام نسيب نضيع مدي هذا الإحساس ولا إيه، لكن ده بس كانت نبذة علشان نشوف. هو معظم الألحان بتاع دلوقتي كله بياخد من بعضه، وبيبقى حتى لكل ملحن ليه شكل معين بيلحنها، والقفلات بتاعته بتبقى واحدة وطريقة، وحتى المطرب نفسه لكل مطرب بقى ليه لحن عامل زي، يعني طبعا مع فرق التشبيه، زي شعبان عبد الرحيم لما هو عنده طريقة واحدة في الغناء. أيضا بقى أصبح كل المطربين دلوقتي بقى ليهم شكل واحد في الغناء، ما عدا طبعا قلة قليلة، وكان منهم دينا حايك اللي يعني لا بشوفها ببرامج توك شو ولا بشوفها في حفلات ولا بشوفها في أغاني. فياريت الإعلام العربي كله يهتم باللي زي دينا حايك، واللي بصوت اللي زي بصوت دينا حايك، وكفانا التخلف اللي جابنا ورا، وكفانا في أغاني المهرجانات، وكفانا المطربين اللي لا شكل ولا صوت ولا يعني، حتى لما بيتعروا ما بيبقوش يعني حاجة عدلة قوي ولا يعني. طبعا يعني هي دينا حياة كانت حتى شكلها جميل، يعني هي كشكل جميلة وكصوت جميل، يعني فيها كل المزايا وكل فيها كل الحاجات اللي حتى دلوقتي بقى يعني حتى الواحد يعني مش هيطول في الموضوع، لكن هناك تشابه بين أو بين بإحساسي أنا إن في تشابه بين اللحنين. وشوفكم على خير في موضوع جديد إن شاء الله. سلام.